ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الثور وازاي تخلي شخصيه برج الثور ينجذب ليك او ان هو يقرب منك بعد ما حصل بعد، يعني كنا مرتبطين وبعد كده انفصلنا. مبدئيا خلينا متفقين ان شخصيه برج الثور لما بيحب مره بيبقى صعب جدا انه يدخل في علاقه عاطفيه مره اخرى، يعني هو ممكن يكون سبب من الاسباب البعد او الانفصال ان هو حاول ان هو يعني يحب او يدخل في علاقه جديده، ولكن هو مش قادر ينسى العلاقه القديمه، فبالتالي بيبعد عن العلاقه دي عشان هو دماغه هنا. فبالتالي ده لو السبب ده هيكون صعب جدا ان برج الثور يرجع لان هو حاول ومعرفش، فشخصيتهم مختلفة شوية. برج الثور كمان في حاجة تانية بتخليه ان هو ممكن يبعد تماما، لو انه لقى الشخص اللي هو بيحبه ده لقى منه ان هو شخص ما يستاهلش، شخص خاين او اناني او ظالم او صفة من الصفات اللي صعب جدا ان هو يعني يحصل فيها اسف، يعني صعب جدا ان يحصل انه يتقبل اعتذار، فبيبدأ ان هو يبعد او ينفصل. لو حصل برضو النقطة دي برضو برج الثور بيبقى صعب انه يبعد. طب امال ازاي لو احنا منفصلين او بعاد، ازاي ان احنا نجذبه مرة تانية؟ يعني الموضوع ده لازمته ايه؟ لازمته لو الانفصال ده سببه حد تدخل، ان هو شاف بعض الاشياء فقال لا ممكن يكون مش هننفع مع بعضنا، او مثلا يعني بعد لاي سبب من الاسباب اللي ممكن يكون فيها تقبل الرجوع مرة تانية. وانا بنقطة معينة عايزة اقولها، ان احنا نحاول نعمل اللي انا هقوله، مش ان احنا نروح عشان عايزينه يقرب مننا تاني فنتحايل عليه. مش برج الثور، اي شخص انا ضد جدا ان اي حد هو سابنا سبناه ان احنا نتحايل ونزن وي وي. انا غلطان هعتذر من ثقافه، الاعتذار ده ثقافه، فابدا ان انا اعتذر، تقبل، ما تقبلش انا عملت اللي عليا. طيب نيجي بقى نبدا نقول ان ازاي ده الشخص نخليه ان هو يرجع لنا بنفس القدر وبنفس الحب والقلب اللي كان بيحبنا بيه. مبدئيا برج الثور بيحب جدا ايه؟ بيحب الدماغ، يعني يكون شخص دماغ عالية، يعني حاول تكون شخص بتجمع ما بين القوة العملية والقوة العقلية في ان انت تاخد قرار ايه تعمل ايه، والقوة الشخصية، الجمال، الشياكة، اللبس، تجمع ما بين رونق حياتك الجميل والعقلية القوية. قدرت تعمل ده هيعمل له هو انبهار، شخصيه الثور هتنبهر جدا بده. فابدا ان انت تعمل ايه؟ اول حاجه انك تكون لا انا بخلي بالي قوي من شكلي ومظهري وان الاتيكيت بتاعنا والطريقه فتبدا ان انت هينجذب كتير للشخصيه بتاعتك، انك بتهتم بنفسك المظهريه، او ان انت لو كنت مهتم بنفسك فانت على نفس الوتيره، او ان انت تكون احسن وافضل، اعمل اضافه حلوه، غير الالوان، اعمل شكل مظهر ستايل معين، فحاجات كده يعني يكون حتى لو تغيير بسيط يبدا ان هو يلاحظ التغيير ده. طول ما برج الثور لعبت له على نقطه تغيير، ولو 1% هياخد باله من 1% ده، وهيبدا ياثر عليه وهيبدا يفكر فيه او يشوفك بيه. الحاجه الثانيه هي التطوير العقلي بانك تنجح اكتر، سواء نجاح دراسي او نجاح مهني، او ان انت تعمل مشروع، تعمل فكره، تعمل ابتكار، يكون عندك في حياه مهنيه حلوه، انك تكون يعني بتطور من نفسك، اسمك بقى بيتقال، اعمل مشروع، اعمل حاجه يكون ليها علاقه، تعمل لك ضخ يعني ضخه ولا اسمها ايه؟ يعني تبقى حاجه فرقعه يعني، او طور من نفسك مهنيا، اترقى، الحاجات دي كلها. فده هيكون اضافة كبيرة جدا جدا، فهيخلي برج الثور ان هو يبدأ يبص للشخصية دي باني انا هو انا استعجلت، طب ادي فرصة تانية، طب احاول ان انا ايه، هيبدأ ممكن يفكر كتير جدا جدا لحد ما انت تكون مستمر في نجاحك، مش مرة، يعني مش ان انا نجحت مرة وبس، او ان انا اهتميت بنفسي مرة وخلاص، لا، اهتمامك يكون متواصل مهنيا، شكل، مظهر، كل ده مع بق، يعني ما تفصلش. ليه؟ لانه في الاول هيشوف هينبهر، المرة التانية هيأنب نفسه، المرة التالتة ممكن يدخل يقوم يقولك مبروك مثلا، او مش عارف، عايز اللي هو يجر كلام. فخليك انك تكون كده.
الحاجه اللي بعد كده ان برج السور هيبدا انه يسال هل انت بتسال عليه، هل انت لسه ما زلت بتفكر فيه، فهيبدا يعرف ده منين. هيدور عليك، هيدور عليك ازاي؟ هيدور عليك من حيث السوشيال ميديا، يعني هيراقبك على السوشيال ميديا، او ان هو الاصدقاء بقى المشتركين يبدا بقى يعرف بقى هل انت انت بتسال عليا، انت حد بيتكلم عني في ايه. يعني يكون صامت، لا تبدا ان انت تطلع مشاعرك على السوشيال ميديا، ولا قد قلبي كما يحترق، ولا الكلام ده. وفي نفس الوقت انت لا، انا مش هحكي لحد، حتى لو جه حد يفتحني في الموضوع ده اقول له لا بعد اذنك انا مش بحب اتكلم في الموضوع ده، لانه انا خلاص. بس بسيطة جدا، يعني ما وضحش مشاعري لأي حد. ليه؟ لأنك تتأكد بالشكل القوي إن برج الثور طول ما أنت بتنجح وبتزدهر وشكلك أفضل وأحسن، وشكلك ده هيعرفه منين؟ هيعرفه من إن أنت لو كنت في مجال مشترك عمل أو دراسة، أو إن هو مثلا بنشوف بعض مثلا، أو اعتبر الصدفة. يعني خليك دايما أصلا، وأنا دايما أقول ده لأي حد بيسألني في حاجة زي كده، اهتمامك بنفسك شكل ومظهر وعمليا ده هيضيف ليك انت ثقتك في نفسك، هيضيف انت ليك ثقتك في نفسك. لما انت تكون شخص واثق في نفسك وشايف ان انت بتعلى وبتكون احسن وافضل، ده هيدي برضو شعور لشخصية الثور ان هو يبقى شايف ان انت حتى شخصيتك بتتغير. وفي نفس الوقت اعمل حساب الصدفة، القوة اللي انت بتقويها لنفسك هيخليك حتى لو شفت الشخص ده صدفة انك مش هتتهز، انك هتكون قوي، انك انت بقيت شايف ان انت قيمة، او ان انت عارف قيمة نفسك، فبالتالي هيدي لك انت قوة. بالتالي احنا عايزين انك تكون واثق في نفسك. طيب الحاجة اللي بعد كده، طبعا هو غير بقى ان السوشيال ميديا كمان، يعني السوشيال ميديا دي انت ممكن تستغلها ان انت تحط صورة كده كل فين وفين بشكل ورونق معين، او عارفين اللي هو نوعية البوست العميق، يعني خليك كده حاجة عميق وبرضو غيب شوية عن السوشيال ميديا، اللي هو ايه اللي هو شوق ولا الدواء ده، اللي عارفين انتوا الطريقة دي. فاللي هو حط حاجة مثلا معينة او صورة، وابدأ ان انت تجاهل السوشيال ميديا بتاعتك تماما. وحاجة مهمة انك ما تراقبش الشخص ده، لانك كل ما بتراقبه كل ما انت هتتأثر، لان شخصيات الثور قوية، شخصيات برج الثور قوية. انت لما تراقب الشخصية القوية دي ممكن انت تضعف، ممكن انت تضعف، ممكن انت تتهز، فبالتالي عيونك تحزن، بالتالي انت تفكر لا، انت فكر في نفسك وبس، وتأكد ان هو بعد فترة هو اللي هيراقب. اتاكد بعد فتره ان هو هيراقبك. لو انت السبب الانفصال او البعد حاجات عاديه، حاجات سهل ان الواحد يرجع فيها. الحاجه اللي بعد كده اللي هتبدا تتخذها مع شخصيه الثور، امشوا بس معايا كده بالطريقه، لان احنا في الاخر هنبدا نكلم برج الثور في حاجه. المهم بس في اللحظات دي وفي الاجواء دي كلها، برج الثور هيبقى بيشوفك عينه هتقول كلام، او ان هو هيجي يسال لو هو ما بقاش يشوفك، فهيبدا يسال عليك اي سؤال، او ان هو يبقى عايز يسالك عن حاجه فاتت فانت يمكن انت تتذكرها، اللي هو اي حاجه فيها جر رجله. وده على فكره يعني برج الثور لما بيعمل كده بيبقى جاب اخره، لان هو برج تقيل جدا سواء رجل او مراه. فبعد كده برج الثور تتعامل معاه ازاي عشان يقرب؟ خليك ان انت تكون، احنا قلنا ان انت هتبتعد، ان انت مش هتحكي للاصدقاء المقربين او عائلته عن حاجه تخص العلاقه بتاعتكم، ولكن خلي في علاقه طيبه، خليك دايما صديق ليهم، خليك دايما نعم او صديق ليهم. يعني شخص كويس، شخص متميز، شخص يكون محبوب، يشكروا فيك قدامه، بحيث ان سيرتك تيجي قدامه بالخير، بس مش بالعلاقه اللي ما بينكم، لا احنا بالخير دايما. يعني الشخصيه دي والله كويسة جدا، ساعدني في كذا وعمل كذا، العب على التكتيك ده. الحاجة المهمة برضو في ان انت تخلي شخصية الثور، او خليني اقول الحاجة الاخيرة، يعني احنا خلينا قربنا وحسننا وبشكل ترتيبي، برج الثور ده لازم تمشي معاه بالترتيب، لانه شخص ترابي ودقيق جدا جدا وبيحلل كمان، يعني اقل موقف ممكن يحللك ده معناه ايه. فعشان كده بقولك انك لازم تبقى واثق في نفسك، لان انت لو اتهزيت هزة صغيرة لما يشوفك ده هيخليه ان هو يقول لا ده انا فاله ده انا ده، فيبدا يحصل بعد، ما زلنا في البعد. فعشان كده بقول لك انك لازم ترمي ثقتك في نفسك الاول. الحاجه بقى خلونا اقول لكم الحاجه، يعني احنا قربنا وعملنا او حسنا من نفسنا وشغلنا وحياتنا وبقينا واثقين في نفسنا، بنينا شخصيه جديده لنفسنا. بناء ان انت بتبني شخصيه جديده ده بيبني تفكير جديد كمان، لانك بتبدا تشوف نفسك بمنظور تاني على فكره يعني. فده هيخليك ان انت في الاخر خالص هيبدا يقرب، هيبدا ان انت تشوف رد الفعل منه. لقيت رد فعل صغير، اعرف الرد الفعل الصغير ده بالنسبه له حاجه كبيره.
ابدأ ان انت اي حاجة ممكن ان انت تسأل عليها، او ان انت تحاول تيجي قدامه مثلا اصدقاء مشتركين، فابدأ مثلا روح اليوم ده انك مش عارف ان هو مثلا متواجد، ابدأ ان انت اظهر في المكان ده، او ان انت تسأله على حاجة مهمة مش حاجة هينة، حاجة مهمة، دور على حاجة ممكن تسأل عليها، هيبدأ ان مشاعره تتحرك من تاني، فهيبدأ ان يعيد الموضوع تاني، فهيبدأ يعاتبك بس عتابه شديد، عتاب برج الثور شديد، فعليك انك تتحمل طريقه العتاب بتاعته، وده لو انت عايز ان انت ترجع، والشخص ده يستاهل، لو شخصيه الثور يستاهل انه هو ان انت ترجع له، تمام. فده الخلاصه بتاعه ان احنا ازاي نجذب برج الثور مره تانية، وبشكل ترتيبي، عشان احنا يهمنا ان اللي هيتزرع جواك انت قبل ما ترجع تتقابل مع شخصيه الثور مره تانية. بشكركم جدا، بتمنى ان انا اكون اللي انا قصده اوصله يكون واصل. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.